يا هلا فيكم، يلا تحييهم. هذه قصة واقعية حدثت في جزيرة العرب قبل حوالي أكثر من 100 سنة. القصة تقول إنه كان رجل من سكان البر وله زوجة وحلال كثير، وكانت زوجته حامل وهو أول حمل لها، وكان معه الرعاة اللي هو زوجها. وفي يوم من الأيام غضب الزوج على زوجته عند شيء تافه، وقام عليها وضربها وهي حامل. وهذا كان وسط الليل، وفي ليلة باردة وفيها عد شديد ومطر. فما كان من هذه الزوجة إلا أنها هربت من زوجها، وزوجها كان نايم وليس قربها جيران. المهم أخفى المطر والعج أثر مواطيها، فلما كان الصباح ما طلبها زوجها. ظن زوجها إن زوجته في أحد هالشجر وترجع لبيتها، لكنها لم ترجع. وبعد ما صار اليوم الثاني ركب الزوج الناقة يطلب زوجته ولم يجدها. ذهب إلى أهلها وما وجدها عندهم. أخذت الزوجة تمشي تمشي حتى منتصف الليلة الثانية، وبعد ما انتصف الليل جتها الولادة، وكانت في رأس نفود عالي حي، وأنجبت بنت ولكن صار عندها نزيف. أرضعت البنت، وفي آخر النهار أحست الزوجة بالموت، وإذا راعي ناقة من بعيد ياصل عندها. فلما وصل عندها قالت له جزاك الله خير، أنا لا شك إني ميتة، حست بالموت، ومعي هذه الطفلة، شلها معك وتراها أمانة عندك إن سلمها الله وما ماتت. تراهي اسمها شيمة، وإن ماتت كله خلف من الله، والبنت تراها بنت فلان الفلاني. وبعد هذا الكلام كله ماتت الحرمة، ودفنها هذا الرجل في رأس نفود، وحمل البنت معه وراح وهو دوار يدور له على ابن له ضايعة. ولما صار آخر النهار إذا هو يصل إلى بيت من العرب وإذا في حرمة، أناخ الناقة الرجل وراح للحرمة وقال لها خذي هذه الطفلة، تراها جايعة وتراها أمانة عندك وتراها اسمها شيمة. وأعطاها مال، وأخذت الحرمة الطفلة، وقام الرجل وركب الناقة ومشى. والحرمة هذه جازمة أن الرجل هذا هو والد البنت اللي أعطاه إياها اللي هي شيمة. وقالت هذه الحرمة بينها وبين نفسها إن شاء الله يرجع، ولم تسأله عن وضعها هالبنت، على أنه راح يعود هذا الرجل لما همرة ثانية. المهم راح الرجل إلى أهله وقال لهم إني وجدت حرمة ومعها بنت، فقالت لي تراها أمانة عندك، وشلت البنت وعطيتها عرب يرضعونها عند حرمة عندهم، وأعطيتهم مال. وبعد كم يوم ودي أذهب إلى هذه الحرمة اللي هي عندهم هذه البنت اللي اسمها شيمة، أجيبها من عندهم لأنها أمانة عندي، وأنا مونس وجع، إذا خف عني الوجع أبي أروح لمهم أجيبها. ولكن قدر الله ما شاء فعل، توفي هذا الرجل بهذا المرض، ولم يخبر أهله عن العرب اللي شيمة عندهم منين ولا في المكان الفلاني. وكان هذا الرجل ما عنده من الذرية إلا ولد واحد واسمه فواز. المهم راحت الأيام وراحت الشهور وراحت السنين، وكبرت شيمة ولم يأتي إليها أحد ولم يسأل عنها أحد، وتم لها 22 سنة وهي في غاية الجمال والعقل. واللي هي تربت عندهم لهم ولد أكبر من شيمة بسنة واحدة واسمه ماجد، وصارت أخته من الرضاعة. وبعد ما صارت هذه البنت عندهم اللي هي شيمة صارت الدنيا تنهال عليهم، وصاروا أكبر الأغنياء في زمانهم، ووين منزلوا فهم في غاية الخير، ومحسبوا لهذه الأرزاق اللي من عند الله سبحانه وتعالى، ثم هذه اليتيمة أي حساب. وما دروا أن البركة من الله ثم من هذه البنت اليتيمة اللي هي شيمة. وفي يوم قالت أمها من الرضاعة، ليتني يا شيمة ما رضعتك حتى تتزوجين ولدي ماجد. استغربت شيمة وقالت لها يمه من أهلي أجل؟ قالت أمها من الرضاعة جابت ثبوت
وانت لت يوم مولودة، وقال هذه أمانة عندك، وترى اسمها شيمة، وأعطاني مال وركب ناقته وما شفته إلى يومت. دخلت شيمة في جو آخر، وصارت تضرب أخماس في استاس، ولا لها حيلة من الحيل. ولعب الشيطان على أخوها من الرضاعة، وصار يمازحها بكلام ما يصلح لمثل شيمة، بحيث انها فيها عفة وعقل وفيها دين بعد. وفي يوم قالت شيمة لابوها من الرضاعة: يا يبه، ماجد يمزح معي بشي ما يليق معي. افقال لها ابوها: انه مزح وانت في سجور. افقامت شيمة وراحت لامها وقالت لها: يمه، ماجد يكثر المزح معي اللي ما يحل له. افقالت لها امها: انت كبرتي وصار كل شيء على بالك. اسكتت شيمة على مضض، وكانت شيمة هي اللي تجيب لهم الماء على الجمل من الدحل اللي يبعد عنهم مسافة يوم، تروح الصباح ولا تجي إلا بالمساء. ركبت شيمة الجمل على العادة، وهم يحسبونها تجيب لهم الماء، ولكنها مجتهم. وفي الصباح ركب أبو ماجد الذلول وراح يبحث عن شيمة، وما وجد لها خير. وبعد كم يوم وإذا الجمل عندهم، اعرفوا أنها شيمة هربت من عندهم، ومثل ما راحت جت. أما شيمة فهي أخذت 3 أيام وهي ذاهبة إلى الشمال، وفي اليوم الرابع عند الغروب تصل إلى أهل البيت، ولم تجد شيمة عند البيت إلا عجوز. قامت شيمة وسلمت على هذه العجوز وقالت لها: يا خالة أنا ضايعة. افقالت لها العجوز: الله ميري حييت يا بنيتي، تفضلي. قامت العجوز وأحضرت لها طعام، ولم يكن عندهم سوى قليل من الغنم. ولما كان المساء حضر ولد العجوز وقال: وشي هذه الحرمة يا يمه؟ قالت لهم: إنها تقول إنها ضايعة. افقال لها ولدها: اسأليها يا يمه عن أهلها منهم، حتى نتسبب لها بترجيعها لهم. وهذه العجوز هي أم فواز، واللي جاه ولدها فواز، سبحان من يلطف بعباده. افقالت العجوز: منهم عربت يا الحبيبة؟ حتى أن فواز ولدي ساعدت على أرجاع سلهلت. قالت لهم شيمة: أضيافة 3 أيام وبعدين أخبركم عن أهلي. اسكتوا. وفي اليوم الثالث قصت القصة شيمة على العجوز أم فواز. افقالت لهم شيمة: إني هربت عن اللي أنا تربيت عندهم من سبب ما هو بطيب، قلت الهرب ولا العار. افقالت لها العجوز: وش قصتك يا بنيتي؟ قالت لها شيمة: إن اللي أنا عندهم ورضعتني تقول إن اللي جابك رجل، وقال خوذي هذه الطفلة تراها أمانة عندك واسمها شيمة، وذهب ولم يرجع، ولم تخبرني عن هذه الأخبار إلا ما قبل سنة أو أقل، وأنا في غاية من الكد والتعب، ولما علمت أني ماني بنتها صار عندي انفعال. افقات العجوز أم فواز: أنت بنت فلان بن الفلان الفلاني من القبيلة الفلانية. اندهشت شيمة من هذا الخبر. افقالت لها شيمة: وش دريس يا خالة عن أبوي؟ افقالت لها العجوز أم فواز: إن اللي شالك هو زوجي، وهو اللي يقول إني وجدت حرمة عندها ابنية صغيرة، وإني شلتها وأعطيتها عرب، بحيث إني دوار على إبل ضايعة وبعيد عن أهلي، ويقول إني حطيتها عند هذول العرب، وقلت للحرمة تراها أمانة وأعطيتها مال، وإنه لما حضر عندي قال أنا فيني وجع، وإذا تعافيت برجع أجيب البنية من عند هذه الحرمة لأنها أمانة عندي، ولكنه توفى في مرضه، ولا أراد الله أني أسأله عن العرب اللي أنت عندهم من وين وفي أي مكان. وكان ولدي فواز صغير في هذاك الوقت، فلما سمعت شيمة هذا الخبر افرحت. وكان ولد العجوز عنده خبر من كثر ما تقول له أمه: ليت من يدري عن هذه البنت من هي عنده حتى نجيبها، وانتي بنت فلان الفلاني. وانتهى الجزء الأول من هذه القصة اللي هي قصة اليتيمة شيمة. أهم شيء ما راح أكمل الجزء الثاني من هذه القصة إلا بعد الإعجابات والتعليقات، ودمتم بحفظ الله، ولا تنسون تصلون على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. يا هلا فيكم يا تحييهم. توقفنا في الجزء الأول من قصة شيمة اليتيمة عند فرحة شيمة يوم سمعت الخبر السار من العجوز أم فواز. يوم قالت لها العجوز أم فواز: أنت يا شيمة بنت فلان بن الفلان الفلاني من القبيلة الفلانية، بحيث كان زوجي أبو فواز يبغى يرجعك من عند العرب اللي كنت عندهم، ولكن الموت لم يمهله حتى يتمكن أنه يرجع لمك ويجيبك عندنا. وبعد ما رجع فواز علمت أمه بالخبر السار، وفرح فواز وقال لأمه: هذه أمانة والدي الله يرحمه، أنا أتحملها. وكان فواز عاقل وفيه دين، ولكن الفقر مخيمن عليهم، ما يملكون غير 15 شاة وجمل. المهم قالت العجوز: يا فواز، ودنا نرحل لعلنا نحصل الربيع، أرضنا عطشانة. فقالت لهم شيمة: أنا تعبانة، أغديكم تصبرون شوي؟ يبي إن شاء الله يجيب الله السيل وما ترحلون. ولما جاء العصر وذا السيل يغمرهم، وبعد 10 أيام اشبعت الغنم وصار فيها بركة لم تمر عليهم من قبل، وصارت شيمة تحلب الغنم وتعمل أشياء لم تعرفها العجوز. وبعد 6 أشهر إذا عندهم بقل وسمن. قالت شيمة: يا أم فواز، خلي فواز يبيع السمن والبقل ويشترينا بعض الحوايج. افرحت أم فواز وراحت وقالت لولدها فواز: يا ولدي يا فواز، هاك السمن والبقل وبعها وجيب لنا كذا وكذا من اللزوم للبيت. وفعلا راح فواز وباع السمن والبقل واشترى معاميل وقهوة وهيل، وجاب عيش وتمر، وصاروا في غاية الغنات. وفي يوم قالت العجوز: يا فواز، أغديك تتزوج شيمة هذه اللي شف البركة انزلت علينا يوم صارت عندنا؟ قال فواز لأمه: يا يمه، أخاف يصير ما عندها رغبة، وأنا ما ودي أكدرها، وهي أمانة والدي. فقالت لها العجوز: أنا أجيب لك الخبر بدون أنها تكدر. المهم راحت لها أم فواز وقالت لها: يا شيمة، لو يجي أحد يريد الزواج منك هل نخبرك، ولا ما تبين أحد ينكد عليك حياتك؟ فقالت لها شيمة: إذا فواز ما له رغبة فيني ولا يبين، فأنا ودي أتزوج لعل الله يرزقني أولاد، لكن فواز هو الأبدى والبادي. راحت العجوز واخبرت ولدها فواز، وقام فواز وشال شيمة وامه جميع على جمل واحد، وراحوا إلى أقرب بلدة فيها قاضي وعقد الملاك. ولما رجعوا كانت شيمة عقب ما هي منون عليها كأنها ضيف، صارت الحين هي راعية البيت، وصارت الدنيا عليهم كثيرة. وبعد ما تمت شيمة 20 سنة مع فواز، وإذا عندها كومة أولاد، وصار زوجها فواز عنده من الحلال ما لا يحصى. ومن جلم فواز يبي رفده، قال له فواز: رحل شيمة أنا مالي حلال. وتخابروا فيها الناس إنه أنت يا فواز من جاه لا يرد المرتفد. وفي يوم خطر لهم رجل عمره يقارب 45 سنة، وفي الصباح قال: هذا الخاطر، أنا ودي المعازيب، إن كان عندكم رعية، أنا وراي عجوز وشايف في شدة من الفقر. فقال له فواز: رح لما الحرمة اللي هي شيمة واسألها، أنا مالي سنع. فقال فواز لشيمة: هذا الرجل يقول دوروا لي رعية، أنا عندي عجوز وشايب في شدة من الفقر. ولما شافت شيمة قالت: أنت ماجد بن فلان؟ فقال لها ماجد: نعم، أنت يا أختي شيمة من الرضاع. وقام وبكى من شدة الفرحة اللي غمرته، بحيث أن الفقر داهمهم، ما شافوا السعادة من يوم راحت عنهم شيمة، وهم في غاية من الشدة العظيمة. فقالت له شيمة: ماجد قم، وشلون أمي وأبوي؟ تقصد اللي كانت عندهم اللي من الرضاعة. فقال لها ماجد: لا تسألين، هم في غاية الجوع الشديد، أتلى علمنا بالخير يوم إنك مشيتي عنا. قالت له شيمة: اترك عنك الكلام، وخذ معك زهاب وجملين، وعطهن أمي وأبوي بأسرع وقت. فرح ماجد وأخذ الجملين وشال والده ووالدته وأحضرهم عند شيمة. وبعد ما شافوا هالحلال والأرزاق عندها، عرفوا أن الحظ معها، وتعجبوا من صيتها تامر وتنهى،
وهي قبل يمنون عليها باللي تأكله. المهم حطت لهم شيمة بيت كبير غير بيتهم، وملت هذا البيت من الأرزاق، وقالت لهم خلوكم في غاية الراحة عقب الفقر اللي مسكم. وصار والد ماجد يعتذر من شيمة كل يوم، وأردف العذر لشيمة بهذه الأبيات اللي يقول فيها: يا شيمة يا عيني، خوذي ما أقوله وشوفي أعلمك باللي بقى خافياتي. يا عيني يلي بالبكاء لك زمانين، هاتي دموع بالحشا باقياتي. حب الولد خلان أفرط بنوعين، ضاع الجميل وضاع عن السماتي. غشى على القلب من الهم طوفين، وحسرتي من فعلتي بالفتاتي. شكت علي الحال وقلنا تعقبين، ماجد وزين الروح بهذه الحياتي. أثاريه يا الأجواد هي سرديين، اللي كسر وجهي بهذه السواتي. نشمية ما لها جنيس بالأدنيين، متبجحة في لذتي والغناتي. يوم إنها راحت همومي تصالين، وجميع ما عندي سحب للهفاتي. يا شيمة يم الزين وانتي بك الزين، أبي السموحة ما بدر من فواتي. هم من على قلبي وشوفه مردين، اعفي عن اللي فات قبل المماتي. لا جينا عند الله وجن الموازين، أبي الكفاف اللي معي راجحاتي. ما لي عذر والله دين ورا دين، العفو يا شيمة عن الفايتاتي. قصرت بالواجب ولا عاد يمدين، والعذر ما يقبل من أهل الغناتي. زودتي المعروف وقمتي على الزين، ونسيتي فعول اللي فعل بايخاتي. ما هو كفو كسر وجهين الأبوين، أسبابها اللي ضيعت لي حياتي. وسلامتكم انتهت اعتذار أبو ماجد الشيمة بهذه الأبيات. اللي صار والد ماجد ما يرفع طرفه الشيمة من الغبن اللي ارتكبه هو وولده، وخاصة ولده. المهم لما سمعت شيمة هذه الأبيات، قامت شيمة وردت على أبو ماجد بهذه الأبيات اللي تقول فيها: يا أبوي لا يكربك شي مضى، وين لك الجميل اللي مضى وفاتي. ما أنسى جميل فات، وأبي أوفي الدين والحق يا أبو ماجد وياتي. وشلون بنساها وهي اللي تعاجين، ويضا تعلمني شروط الصلاتي. وانا هربت وخفت من وقع الشين، سن السفاه يضيع الواجباتي. وافعالي اللي مستجدات هالحين، ما هي جزاء افعالك السابقاتي. الشكر لله ثم شكر الابوين، ولاني من اللي ينكر الطيباتي. لا شك انا حرمه ولا لي جناحين، وقلبي عليكم يصطفق يا شفاتي. ولا شكيت الحال للي من حين، والله فلا عمره لفظ مع لهاتي. وهو كلام راح مثل السباحين، واللحلوم ما لها مجدياتي. واللي عطيتك من طويل الذراعين، فواز ومرني بزود الهباتي. فواز هو اللي حط بيدي ويعطينا أنا وعيالي والحلال رهناتي. وسلامتكم انتهت رد شيمة على أبوها أبو ماجد بهذه الأبيات. وانتهت القصة على خير. لحظة، ما تلاحظون أني ما جبت طاري أبو شيمة اللي ضرب أمها وهي كانت حامل وأول حمل لها، وقامت وهربت ومشت على رجلينها بالبر، ويوم أصبحت في عالي نفود عالي حيل جتها الولادة، وتوفاها الله سبحانه وسلم الله بنتها شيمة. وش صار على أبوها؟ وينه؟ مات ولا لقيته ولا وش صار عليه؟ تبون أكمل لكم وش صار عليه ولا خلاص ندبلت تبودكم هذه القصة، ولا القاي وسرد للقصة ما عجبكم؟ قولوا لا تستحون. تبون أكمل؟ بصراحة الجزء الأول المشاهدات أكثر من الإعجابات، مدري. تبون أكمل؟ قولوا لا تستحون. تصدقون أني أحبكم؟ والله أني أحبكم من الله يا سبحان الله. دمتم بحفظ الله ومع السلامة. يا هلا فيكم، يا تحييهم. المهم ولا لكم بالسالفة الطويلة، وبعد كم يوم نزل عندهم شايب لما سمع انهم يعطون المسترفد معه ولدين وبنت وامهم. فقال لهم: هذا انا تراي فقير، لا تلوموني، معي اولاد ولي حلال. حلال يذبحه الجرب والدهر ولا بقى معي شيء. فقال له فواز: اذا صار بعد الغروب تعال تعش معي، ويبي سهل الله أمرك. فلما صار بعد الغروب حضر هذا الشايب، فقال له فواز: من أي قبيلة أنت؟
قال لهذا الشايب أنا من قبيلة فلاني، وكانت شيمة تسمع كلامه وهي وراء رفة البيت، فز قلبها شيمة لما عرفت إنه من نفس قبيلتها. قومت لزوجها فواز فقالت له قل لهذا الشايب يقص عليك أول حياته. ولما تعشى قال له فواز يا عمي قص علي أول حياتك. فقال لهذا الشايب أنا أول حياتي يا ولدي غني وعندي حلال وعندي زوجة. ولما قال عندي زوجة بكى، وقال له فواز وراك بكيت يا عم. قال له الشايب يا ولدي أبكاني السفاه، أنا لما تزوجت أول زواجي على حرمة طيبة وجميلة وصاحبة الدين، وكانت حامل وفي آخر حملها لعب علي الشيطان وضربتها على غير خطية، وفي وسط الليل وفي ليلة باردة وعلينا مطر وعج، وثريها هربت وأنا حسبها في شنق البيت بحيث ما عندنا جيران ولا حولنا عرب. ولما صار الصبح قلت في نفسي ما لها مراويح في أحد هذه الشجر وترجع لبيتها إن شاء الله، وأنا سرحت مع الرعاة على أنها راح ترجع لكنها لم ترجع، ودورت عليها 5 أيام ولم أجد لها خبر. وبعد 5 أشهر وأنا سارح مع الإبل، وإذا أنا أشوف جثتها في نفود عالي يابسة طلعتها الرياح الشديدة من قبرها. قمت أنا وحفرت لها ودفنتها مرة ثانية، وكل ما جاء ذكرها على بالي بكيت لأني مختن عليها، ولكن الندم ما ينفع اليافات الفوت. هذا وشيمة تسمع، فقالت له شيمة أنت فلان ابن فلان الفلاني؟ قال لها أنا هو يا الحبيبة، وهو ما بعد عرفها أنها بنت شيمة. فقامت شيمة على طول وارتمت بحضان هذا الشايب وقالت له أنت أبوي، وقصت عليه خبرها من أوله إلى آخره، وقالت أبشر بالخير يوم الله جابك عندي. وفي الصباح حطت له بيت كبير وملته من الأرزاق ما الله بها عليم، فسبحان اللي جمعهم بعد الفرقة. وانتهت القصة على خير، ودمتم بأمان الله، وإن شاء الله في قصة ثانية أحسن من هذه، ولا تلوموني على الطوالة، ودمتم بحفظ الله ومع السلامة.